طيب خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ اهلا بيك وبالسادة المشاهدين والمستمعين، وحضرتك طيب الحمد لله. ربنا يخليك يا دكتور. والله يا دكتور كنا بنتكلم طبعا على المؤتمر النهارده صحة افريقيا، وكنا بنتكلم على أهمية هذا المؤتمر مش بس على مستوى صناعة الدواء، بل هي صناعة وابتكار واختراع في المستقبل إذا يعني المسألة مشيت بالنسق المطلوب أو كيفما يعني ينبغي. هل المذيع اللي اسمه يوسف محق في هذا التصور، ولا أنه دكتور جمال له كل الحق في أن يصحح هذه الفكرة؟ حضرتك محق تماما، وأزيد عليك كمان أنه الحقيقة أفريقيا زي ما حضرتك تفضلت وقلت غنية بالثروات، قارة عظيمة فيها ثروات كثيرة جدا، ثروات بشرية، ثروات معدنية، ثروات سياحية، ثروات بحرية، ثروات زراعية، عندنا كل الثروات. ولو يحصل تكامل، وده شعار المؤتمر الحقيقة، ان احنا جايبين الأشقاء الأفارقة بنقول لهم احنا وانتوا عايزين نتكامل مع بعض، لانه للاسف انه القارات الاخرى حط عينيها على ثروات افريقيا وبتاخد الريسورسز بتاعتها وبتصنعها هي وترجع تردها لنا احنا باضعاف الاسعار. وبعدين لما بيجي بقى نتكلم على الشق الدواء، الدواء مهم جدا، لان الحقيقه مصر الحمد لله ابتدى فيها صناعه الدواء من 1939 لما طلعت باشا حرب بنى مصنع مصر المستحضرات الطبيه، واللي موجود الى الان. من هذا الوقت الى الان تراكمت عند مصر خبرات كبيره جدا، سواء خبرات صيدلانيه او خبرات علميه او خبرات هندسيه في صناعه الدواء. فيبقى كويس قوي ان احنا نتكامل مع بعض وننقل التكنولوجيا ديت، كمان الخامات الدوائيه واللي مصر داخله فيها بقوه هذه الفتره سواء الحكومه او القطاع الخاص، هيبقى في تكامل، لان افريقيا ما فيهاش اي، للاسف ما فيهاش اي صناعه خامات الى الان. فمهم قوي، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ايضا افريقيا فيها 16% من البوبيوليشن، تعداد السكان في العالم كله، ونسبة الزيادة السكانية فيها أعلى من أي قارة أخرى. فزي ما سيادة الرئيس يمكن أشار النهاردة، يمكن قال بعد 15 سنين القارة دي هتبقى فيها 2.5 مليار بني آدم. فده فعلا مستقبل كل الشركات، لازم توجه عينيها على القارة الإفريقية وتهتم بيها، ومن باب أولى إحنا الأفارقة، إحنا الأشقاء اللي مع بعض نتكامل مع بعض ونسد الثغرات اللي عندنا، ما نبقاش محتاجين من أي حد ونعتمد على أنفسنا. طيب دكتور جمال، من المعروف أنه يعني صناعة أو تحديدا ابتكار الدواء يطلق عليه دائما صناعة $1 مليار، وعلشان أوصل لده أنا أظن إن إحنا هنبقى محتاجين بقوة دعم كليات زي كلية العلوم في جامعات مختلفة، وتحديدا أقسام الكيمياء وأقسام البيولوجي، كذلك كليات الصيدلة. وعلشان أقدر أوصل لكل ده يبقى أنا محتاج أدعم هذه الكليات ودعم البحث العلمي، فنصل إلى صناعة متعلقة بابتكار واختراع أدوية. والدواء اللي بيتم اختراعه ده، أنا لسه كنت بقول من كام يوم في البرنامج، شركة من الشركات الكبرى بحباية واحدة جابت فوق الـ4 مليار. صحيح، ده حصل. حلو جدا. احنا هنبدأ في ده امتى، او علشان نبدأ محتاجين ايه؟ اللي كان معطلنا ان احنا نبدأ في دوت هو ان ما كانش عندنا قانون للتجارب السريرية، الكلينيكال ترايلز. والحمد لله القانون تم اصداره، وايضا صدرت اللائحة التنفيذية له، وابتدى فعلا احدى الشركات القطاع الخاص تعمل مركز ابحاث دلوقتي. حلو. كان افتتاحه من حوالي 20-25 يوم، انا حضرته، وشركات اخرى على الطريق، وده ان شاء الله اللي هيخلينا ان احنا نوصل لده. ايضا من ناحيه اخرى زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انا من 15 يوم انا شخصيا موقع بروتوكول تعاون ب
بين شركتي واحدى الجامعات علشان يبقى فيه اندماج وتكامل ما بين الاكاديميا وما بين البراكتس والعملي في المصانع. حلو. احنا عندنا مشكله معينه عند هو فكره يجي يحققها على المكان عندي في المعامل عندي او انا اروح احلها عنده وهكذا. ده يبقى وان شاء الله في بروتوكول تاني جاي لي بعد اسبوع نوقعه مع جامعه اخرى. ودوت هتبقى صايحه. انا يعني بتبنى دوت مع كرئيس غرفه صناعه الدواء مع الشركات الاخرى ان احنا هنوقع بروتوكولات تعاون ما بين المصانع والجامعات بهدف ان احنا نصعد ونزود وتيره البحث العلمي في هذا الاتجاه عشان يبقى عند مصر فعلا انوفيشن وابتكارات للدواء اللي حضرتك بتتكلم عليه. عظيم جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور. كل الشكر ليك دكتور جمال الليثي، رئيس لجنه صناعه الدواء، رئيس شعبه صناعه الدواء باتحاد الصناعات.